عين على خدي اتنين والعمر طويل. حلت عينينا صغار والضحكة ديما في الفم. تربينا في اللحوم بين اصحاب البو واللو فينا. اللي مشى في دريت وصواب فينا اللي تعدى الباب. الدنيا اللي قطع لي وقرا للدنيا الف حساب وفما. شكون اللي كبر وتغرب المظاهر ولا ما عادش يفرق بين المسخ بين الطهر. وقت اللي العين تتحل بنات هونتي ما عادش تحكي مع النعبات الكل اليوم. بدي الجيران ما تدوي كان على البراني. اللي بو خلال ودانو برشا فلوس عايش هاني. واللي خاف على شرفها ولا يسخفها من قدام عينه ودي الغون يخطفها. قداش من مره يراها والدمع على خده تميل. يدير من عينه النومي بات يحسب في نجوم الليل. قداش من مره يراها والدمع على خده تميل. يدير من عينه النومي بات يحسب في نجوم الليل. قداش من حكاية بدات بخسرة فات بفيار. قاعد نشوف في الكريم شوف قداش من نتيم. قداش من محكو في بيت ظلامي عدي سنين. شوف المتحيل لما يخرج كان وقت الليل يليل. قداش من ذراع ورجال تتهد. قداش من يد كل حرام تتمد. كي تسأل كي تسأل تسمع ملزوم. أخطاني بربي خويا من كلامك المسموم. خلص اللي عليك. ما عنديش تهوش. شبك تمرج؟ نمرج قاعد هوني تاكل وتشرب وتلعب. مسيبة هي كله بالكريدي. صاحبي راك ما نحبكش توحل معي. بيه بيه ماشي لي تهو تنصرف من بعد. كونكسيون طايحة. كان كلمتني قبل مانيش وحدي. بدلت لي كوردوني كل. هذه المود باس جديدة كفما حاجة كلمني. علاش فما؟ وجعتني. السيد المجدود تكلم. حبك شد دار تنقص من الخلط الزايدة. شكون هذا؟ صاحبي قديم. كليون. عندك ثقة فيها؟ تحت الصبات. هلا نيكو سكر فمك ونقص من خلط الزيت. هاي ثم ترى عندي برشا مريتوش. علي مرة اللي فات ما عجبنيش درا كيفاش قاعد يعمل. كان يحل فمه وتو نتوزرو. نتوزرو؟ شو مدخلني انا؟ شو مدخلك؟ تعرف مليح شو مدخلك؟ تحكي على عماد؟ زوز من صحابك رقبتي مهونة في كلمة منها. واحد يحل فمه ونعيط لك تونس الحبس. تعرف نموت على الناس. شبيه اختك من اللي جيت دامس وهي راكده ما نعرفش.
زعما هاك الطفل اللي حكيت عليه هرب عليها؟ لازم. وش بيكي كلمة وقص؟ فديت كل يوم نفطر ريسة وعظم قريب نولي نقاقي. تقيقي لنا واجدة ودركت عليك. حتى اختك ظهر لي ما عندهاش، كان جا عندها راهي مدت وحدها. تقعد هي شد الفرش نهار كامل بحكايتها الفارغة، ما تخمم في حد. نقولها نمشي نشوف خدمة، تقولي ليه قرايتك؟ منين قرايتي وانا باش نموت بالشر؟ باللطف على كبدي من الشر، باللطف عليك. ايه ما تعرفيش كيفاش، شوفي حانوت الحجامة هاو سيف تو بالك شد دخلك معيها سانة. اما انا نخدم عند حجامة؟ اما لو اشتاتي خدمي مديرة. كان خم نقول ايش قالوا له تو؟ يا قالوا بشي لمو طرحة اللي بلغ عليهم وياخذوا اخوانهم. هيك هو معنا بشي كونسيهم راهو. ان شاء الله يا فريحة، هي دار ولادك الجبانة. هاي مات سافا؟ ان شاء الله لاباس. فريد تحب نعاونك في حاجة؟ شنو بلا؟ حاجتك بفلوسة؟ إيه نخدم وخلصني. فريد يا بنتي قالت له نخدم، مش خدمة تعبنية تاعك. أمان فريد. إيه ما عنديش خدمة شنو؟ لو يجي منو عارف كيفك أنت مسايب خدمة قاعد ينظف صحيح. يوريني قدك تروح. ما كاركش شكيت تو عاد يحب له باش يخرجوه. ولدك يحب هكا، عنده الحق طفل صغير ومازال كي حد ساقه في الدنيا. اعطاني درس حياتي، المبادئ ما تتجزاش، الحق حق علي وعلى عائلتي وعلى خدمتي. وعماد عنده الحق باش يدافع على روحه ويشوف اللي مرمدوه ودخلوا في نغول المرمين في الحبس في بلاستو. تعبت سيد احمد، تعبت وما عادش نجم. صبر صافي صبر، ما عادش عندي صبر. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير يا ربي. سي مستا عصام سدا مرحبا بيك. عايشك بس تفضل. عايشك بس تفضل. المدام شرف. اسلام مدام مرحبا. ان شاء الله هذاك حد الباس. شكرا لك. تفضل سي مستا. علاش ما قلتليش؟ ايش تحبني نقول لك؟ بعد اللي عملته ما عادش عندي وجه نقابلك به. كارك راه قلتني من اول ما صارت الحكايه. ولدي عماد في الحبس وباش بالدروك، ما كانش عندي وقت باش نخدم. من بعد فقت على روحي. واش عامل توا؟ نقصد كيفاش ناوي تعيش؟ ما نعرفش، عندي شويه فلوس مخبيه قاعد نتصرف فيها، ولدي شوقي عامل شويه حتى وين يعمر بيت الليل. ما نحبش نخدم فيه حتى شيء الا في ولدي. يعطيك الصحه يا مدام. سي تحتاج لاي حاجه انا موجود. ما نجمش نقولك ارجع خاطر اللي عملته موش سهل، اما نجم نعاونك في اي بلاصه اخرى. بارك الله فيك. من غير مزيان نجم نطلب منك حاجه؟ تفضل. ايه ماذا بيا تعاود اكسبرتيز وتحل اونكيت في الدوسي بتاع زكريا الفاني؟ من غير ما تقول انا هذاك شكون ناوي نعمل. الناس هذوما يا يلزمهم يقفوا عند حدهم. ماشك سي احمد بن سالم يتهمك بالابتزاز ويقول انك واحد من اللي ورط ولده في قضيه المخدرات. سيد احمد يقول علي انا هكا غريبه عليه. شنو هي مصلحته يتهمك؟ عادي انا في بلاصته نعمل كيفه. ولدي مرت في قضية متاع مخدرات، بالطبيعة لازمني نلوج على إنسان نلصق فيه التهم. سيري دار عندك مانع نواجهك به؟ بالعكس
أنا بدي ماذا بيا نعرف علاش عملها معايا هكا. مازال بشدوا برشا عماد. ما لقيناش حتى بروف على الشونتاج. الجماعة ما خلاو حتى تراس. حتى بعد ما خرجنا الديتاي نتاع التليفونات. النوامر اللي طلبوا منهم سي أحمد، واحد منهم ولاه ميت، والثاني نتاع واحد توريست عمالين في تونس مشاو خلاه. إي شنو باش تعمل؟ يلزم نحاول نوقف الحكم أكثر ما يمكن، باش يقعد مدة طويلة في الإيقاف. ديجا عملت مطلب باش يعمل تحليل ونخرجوا من تهمة الاستهلاك. يدخل في الترويج، بالنسبة للترويج يلزم إثبات وجود شبكة هو يخدم فيها، معناه أشكون المزود؟ أشكون الكليونات؟ ومادام عماد ما استعرفش ما ينجموش يثبتوها وتبقى الأبحاث جارية. أهلا أيمن. عسلامة دكتور. لاباس صباح. هيثم هوني. هي موجود. أني ترى طبعا عيط له. ايناس صافا شبيك؟ ما سمعتش بعماده. سمعت حكى لي هيثم شويه ما فهمت حتى شيء. حتى انا ما فهمت شيء. هيكون انت خليكم ليجا عندي ما نحكي معاك. فاش تتذكر الكلام اللي قلتولي على قيس؟ كيفاش تحبني ننساه؟ الموضوع مهبلني ما كل مرة منيش عارف شنو نعمل. البارح بريسك استعرف لي. عرفته هو صاحب العمل. شبت لحد الحكاية؟ ليه؟ كيفاش تحبني نشبت كما حكيك من هكا؟ لتولى لقيت الدخلة، دارنا كان يعرفوا عندي علاقة بمواضيع كيما هكا منيش عارف شو يصير لهم. رد بالك تحكي مع حد. قيس قال كان توصل الحكاية يجبدني أنا وياك. شو مدخلني أنا؟ جربت مرة برك وما عودتش. نعرف عليه هو قال لي هكا. تعرف كان ندخلوا في امور كما هذه مشينا الزوز. كي بكره لي افتح فتحناه ايه ده 300000 جنيه سحبتهم من البنك. انت سحبتهم من اقدر البنك وعايزين اوديهم البنك بكره ما سحبتهم يعني عشان يقضوا معاك يتوسعوا معاك يعني. انا خايف. وي تقش قدام الدار يقف قدام شوي. عشرين مش 22 بلا بربي لهب وماش دي لهبة. اسمع انت اش تعمل هون؟ هلا ريم استنى في مروه ميسالش ما جبد من ريم هي اش خرجت لك سافا شو بتحكي هك نبهت عليك مروه لا تقلقها ولا تبكي وهي من ارضي تعرفك وهي تبكي. شكونك انت؟ شكوني انا يدي شبيك شكونك انت؟ الاولاد ما دخلوش رواحكم خليهولي يجبد يا ودي. بنروح انت علاش خرجت له؟ جي شوف ايش يحب يا مروه والله كي ترجع له لاختي راح تكلمك. يسكت يزي بلا فضايح شكلوه وجهه شكلوه. اطلع مروه برا وياك شكوني لوياك نحبك عليك ملقنا انو شو السلاع اللي جي للحوم؟ صاحبي راجل ارجل منو عالخ شلونكم فيه؟ بورتابلوه عنده بورتابلوه يودينا بورتابلوه بورتابلوه ياث يمشي شكله ويقوى عليك ربي بب 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 من الزهر عندك يا شكل كيف يلعبت له؟ سيري شكل لوز امشي مفتاح 20 بلا إيه. Thank you.
سمحني سيد الكوميسار، ما نجم نفيدك بحتى شيء في الحكايه، وما عندي حتى فكره على قضيه الابتزاز هذه، ويظهر لي ما يجيش نتهم الناس بالبطل. سي احمد بن سالم يقول اللي ثم تزوير في حكايه اكسبرتيز، وانه يكفي باش يتعاود الاختبار على المبنى موضوع النزاع كما يقول باش تثبت اقواله. تعرف اللي ما في بالي بحد شيء باللي تقول فيه. ما نكذبش عليك، العلاقه بين الزوز قضايا ما هيش ثابته، واحنا ما نجموش ناخذ امر من عند السيد وكيل الجمهوريه الا اذا ثبت بالمنجد اللي ثم علاقه بين قضيه المخدرات وقضيه الابتزاز اللي يدعي بها سي احمد بن سالم. كاو سيدي انا شو مدخلني؟ انا ما عندي حتى علاقه بالحكايه هذه، انا راني موظف صغير، حتى شوانط ما نخرج لهمش. ربي بعدنا على البلاوات. ما عندي حتى فكره، اللي نعرفه اللي شرطي صارت فيهم مشكله. سيد احمد قال لي فما تلاعب في القياسات، ما بعده ظهر اللي هو غلط وطلب السماح قدام الناس كل. يستحيل كان اعطاني البلونات بتاع الاكسبرتيز باش تخدم الجمله. مش غريبه اللي نسمع اجابه كما هذه. سيد احمد ممكن تتفضل؟ حاجتي بسيري دار. الله يبارك. تعرف سيري دار اللي قضايا المخدرات صعيبه برشا. نعرف ايش واي واحد ممكن يعمل كل شيء باش يمنع روحه. لا انا راني ما نلومش عليه، يمكن وكان جيت في بلاصته نعمل كيف. صدقني ما عندي حتى علاقه بالموضوع. سيري دار مره اخرى سامحني. مسموح، ما ثم حتى شيء، ما صار شيء. في لمان. تحقيق داخلي. علاه؟ باش نثبتوا مصلحة رضا وزكريا في أنهم يبتزوني. وإذا كان يجبدوا دوسيك أنت ويلقوك أنت بيدك مورط زاد. هذاك بالضبط اللي حاجتي به. عماد يخرج من الحكاية وأنا أتحمل مسؤوليتي. باش تتحمل مسؤوليتك في قضية مخدرات يا سيدي أحمد؟ أنت أكثر واحد تعرف وفاهم. باهي شنو المطلوب مني؟ الشانتي هاكا واقف وماناش عارفين وقتاش نرجعوه. ما يكفيش. يلزم تحقيق داخلي واكسبرتيز ونرفع شكاية لوكيل الجمهورية. صدقني يا سيدي أحمد الشيء هذا ما عنده وين يوصل. سامحني أنا ما عادش فاهم الموقف متاعك، بورتون وعدني أنك باش تقف معايا. سيدي أحمد أنا كي دخلت للمشروع ما عمري ما كنت نتصور أنه باش يتطور للدرجة هذه. هو تطور شنو نعمل؟ نقعدوا نستناو ونشوفوا واش باش يصير. استنينا وما صار شيء. مالا نرجعوا نخدموا على خاطر سلطة الإشراف ربطتنا مواعيد تنفيذ محددة. والنهار اللي يمشي علينا نخسروه. نكملوا نخدموا مع العبادة اللي حط ولدي في الحبس. ما عندك حتى دليل. الدليل عطيته لك لكن انت اخذ وما طلعش صوتك. سامحني سيد احمد ريض روحك. ريض روحي ولدي في الحبس؟ ولدي حتى انا عندي ولدي وبنتي والزوز يقراوا في المكتب مازالوا صغار. جاتني تليفون التهديد يا سيد احمد. عمري ما قلت لك اذا كان انت حطولك في جيب ولدك حرامش واتهموه انا ينجموا يعملوا معايا اكثر من هكا. وانت سيد العافني سلام. وعليك السلام. ايه هاي سعيكة، خليني نقوم نحط لك الفطور. اقعد اقعد ما تعبش روحك، مش الجراج. ايهام اخي بجدك شادة صحيح في الخدمة مع العزيلة؟ خدمة طيارة ناخذ في 5000 في النهار وبخلف بوربور متاع الكليونات. كنت راه قداش يحبوني. غري بنايتي يعطيك القبول ومحبة الرسول. اخي مروحتك ما عملتش تليفونة؟ لا مش تهبلني الطفلة. تقوليش كاتبين ليها على الحوش تدخل كضيف. هاني هنا نجيك، شهمنا فيها؟ أنت صغيرة يا بنيتي، وندادك مازالوا يقروا، وحاملة همي وهم الدار الكل. مش كيت لحد، بالعكس عاملة جو، لازم نرجع للخدمة. بري ربي معاك، وربي عينك. حقا، شفت شوقي، قالي خد صفية، مش هزور عماد. أما لبنيتي تعدي ليه، وشوفيها تستحقش لينا في حاجة. باهي.
فما برا وليدي خلص اللي عليك الساعة. تو جيتك جديد فندبر فلوس ونتفرهدو. شبيك تغزر لي ما عادش عندي فلوس. ادخل ادخل الباب محلول. اهلا ريهام. عسلامه. شنو حوالك خالتي صفية؟ الحمد لله بنيتي الشده في ربي الحمد لله. قابلت شوقي قال لي ماشي زياره العماد سلم عليه وعطيه القضايا هذي. يكثر خيرك بنيتي ويعطيك الخير. تعرف عماد ما يتكيفش. اش باش يقعد يعمل توي تعلم. يعطيك فرحة يا ريهام ضحكتني ومعيني في ضحك يا بنيتي. هاي بنتي نمشي وي. شنو هي حوالي التحضيرات؟ امتحانات قرب ترى. هيا عاد نحبك تكبس لي روحك. عايشك نجم نسألك؟ تفضل. معليش تعمل معايا هكا. المتهم بريء حتى تثبت إدانته وحتى تثبت براءتك. نخاف على مستقبلك. هذاك علاش يلزمك تحضر الكونكور نتاعك. يا وليدي وعينك محوق. شبيك؟ لبيس ولا لبيس سافا الحياة شرا يا وليدي عينا يا بلام. نهار اللي مشيت من الدار وقتاش ربي سهل وطغش إن شاء الله على خير. إيناس ترى فيها؟ إيناس تطلبني كل يوم وتسأل عليك. جيت طلت عليا مرتين. حق قداش تحبك كطفل وقداش تلعب بنتصل هي وبوها. ما فارقنيش ولا لحظة يا وليدي. القضية تبنيها كأنك ولد وليد. توحشت شوقي يا خي وين؟ شبي ما يجيش طلع علي؟ ماهوش بالساهل يا وليدي راه باش ناخذو زيارة. وخايك لا ماكلة لا شراب. وهو هايم هكاك.
شنو هو هذا؟ ثاني من وقتاش تعرفني نتكيف؟ ريهام الله يجازيها خيرك الحلوف، عطيهم للمربوطين اللي معاك. ماشي. يزي من البكاء. يزي. يا من راسك للضحايا. اسمعني اسمعني. صدقني كي نقول لك اللي انا ما مانيش خايفة. انا نقعد هوني ولنهار نشوف بابا راس اللوط ولا حاشم بروح. طالت ولا خسارت نعرف روحي باش نخرج. نقعد كامل باش نخرج. يزي من البكاء. مرحبا بيا في دار جديدة. بلوتو الفيلا جديدة نمبر 17. ملا عايشة. كان العرك والمشاكل. وبعد كل عركة دايما نجمو. كو دو بونور. زعما قداش نقعدو فيها الفيلا هذي؟ ما يمش. محلاها الفيلا من برا. أما من داخل. فارغة كالطبل. كل شيء باساجي في حياتي. صحاب ولا حباب. ليسيات لك ما غدو كلاس ما قعدت حتى شيء. كل شيء باساجي فسخ وعاد من الجديد. فديت منها العيشة هذه. نقل عاود نقل عاود عارك ومشاكل. كنت تخيل عيمات في الحبس نهبل في مخي. في ناس حاب أقول لك حاجة ومنش عارف كيفاش أقولها لك. فهمتكش. نعرف شكون وصل عماد لغادي. شنو؟ فرونشمون نعرف شكون حط الحرابش في جيب عماد. شكون؟ أماني عايش أختي إيناس. الحكاية راهي خطيرة برشا، خاف نحكي لك تعاود. فاش قاعد تحكي؟ الطفل مرمي عنده شهر في الحبس وأنت تغزر وساكتة؟ هو حبس ويغش. حكيت لك وندمت علاش تحب نشد الحبس على خاطر سي عماد تاعك؟ ما تشدش الحبس يا أخي، إيش عملت أنت؟ ما عملت شيء. لازمك عملت حاجة مادامك ساكت. الناس بربي صايب خوك شم دخلوا هوا توا. شو شم دخلوا يا ماما؟ ولدك يعرف كل شيء وساكت. الطفل مستقبل الحط مجرد لاصحاب نتاعو. ميل فوا جتي دي ديجا في السوارين نتاعك شفتني شو عملت معاه. شبيك؟ اش تم؟ ولدك يعرف شكون حط الحرابش لعميد وما يحبش يتكلم. قلت له علاش ساكت؟ قال خايف على روحه وعلى ايمن. علاش خايف على ايمن؟ شي ما فهم تكلم فيك. ناش خايفين انت وايمن؟ ربي خالد يزي خلي الطفل يا اخي، احنا في محكمه توا. يا هاجر سيت بلاي خليني انا ولدي عايشك. ايش انا كي هذه ما فهمتهاش؟ ايش كيف هي؟ استني تفضل بابا. ايمن دروقيف يخف الحرابش مع القيس. اي ودي سي شباب، خايف على ايمن وكهو ولا على روحك زاده؟ تكلم فيك راه سؤالي واضح. مناش خايف؟ مناش خايف؟ ما نكذبش عليك، ماتيرياليست شوية أنا. ما عمري ما كنت نتصور روحي باش نخدم في رملية على واحد عمره 26 سنة. يا أخي قد إيه عمري أنا باش نقعد نضحي معاك؟ حتى شيء ما أستاذ. كل شيء على ما قلتليش، علاش ما فهمتنيش؟ حاولت، حكيت معاك برشا مرات، أنت ما تحبش تفهم، في مخك وعلى لسانك كلمة واحدة، لا لا لا، توا فات الفوت، ما عادش حب نحكي في حد شيء، كان عندك فلوس أعطيني راني واحل. صار نحروني سي شبابة. أعطيني فلوس. بعد اللي ما عجبكش بلاش تفوت، شفت عاد بيهم؟
قلت لك اعطيني فلوس. مضبوط، مانيش عندك حتى فرق. يا ربي نراني بعد ساعات نحب ننسى روحي شكون. اعطيني فلوس. تقبع والله لا ترى فرق. لا عادت تشوف الاخبار كيفاش برا كسر راسك على حلول. كسر راسك. اعطيني فلوس. كسري يا مربوط. قلت لك اعطيني فلوس. باش تمد لي فلوس ولا باش تمد لي فلوس ولا باش تمد لي فلوس ولا شبيل ولدك شبيل تمد لي فلوس ولا لا تيزيري هاي الدار تيزيري ها الباب حاتي فلوس حاتي فلوس باش تمد لي فلوس ما نخرج الا ما ناخذ فلوسي ما نخرج الا ما ناخذ فلوسي باش تمد لي فلوس ولا اخر مره اخر مره حاسب فلوسي تو يا زين قلت لك حاسب فلوسي قلت لك حاسب فلوسي صح بفلوس تو قيد فيها بطل وعاد فيها تنسيق مدوا لي فلوس ولا على هكا على تعملوا فيها هكا مدوا لي فلوس مدوا لي فلوس على هكا حاسب فلوس تو حاسب راني واحد مش مدوا لي فلوس ولا على هكا على تعملوا فيا هكا مدوني فلوس مدوني فلوس على هكا حاشي فلوس توا حاشي راني واحد قلت لكم واحد نوفي ولا قرع وين تحبوا نسهر صاحبي غول جربت مرة بركة وما عودتش والله لا عودتها ما قيس قل لينا كان نحل فمي نبه عليه تسمع فيه شي يقوله نبه عليه تحبوا يشهد باش يجبدوا معاها كي تشهد وتبلغ عليه يحسبوك شاهد ويعملوا لك شيء مش هكا بابا هذا اللي نخمم فيه يزي توخت علي ولدي باش ضايع طفلنا راهو اسمع والله والله خالد مزلت نسمع حكايه هكا بليش تيودر بابا نموت وما خليش اسمي واسم عائلتي يتمسخوا في جره الهمال باش معناها باش نسيبوها باش نعرفوا شكون نسكتوا باباش بك سكتت شبيكم سكتوا كلكم اش معناها فهموني تكلموا اش تعملوا
Thank you.